ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. جاء عن علي بن المديني وهو من كبار أئمة الحديث رحمه الله تعالى يقول: ثم السمع، أي من أصول أهل السنة، ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر منهم والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة ماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع ضال. وكذلك هذا أصل ذكره الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وأحرص على تنويع يعني هذه الأصول من كافة المذاهب حتى لا يظن أن هذا خاص بمذهب دون مذهب. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي إن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وهو يحكي مذهب أهل الحديث في الاعتقاد: وأهل الحديث لا يرون الخروج عليهم، أي على الأئمة، بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل، بمعنى لم يعدلوا ومالوا إلى الجور، فإنه أيضا لا يجوز الخروج عليهم. ونختم أيضا من هذه النقول ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم.